طبعا كانت بطولة مهمة جدا جدا، خصوصا ان احنا كنا لسه بنتكلم نقول ان هي جت بعد خسارة الدوري قبلها بخمس ايام، وكانت مباراة صعبة جدا طبعا، هنا التوفيق وعدم التوفيق. ولكن بأمانة يعني يمكن كنت اتكلمت مع حضرتك قبل الهوا وقلت حضرتك يعني اللي بره منظومة النادي الأهلي ممكن يفتكر ان دي شعارات بتتقال او كلام بيتقال، بس بل بالعكس احنا لما بنبقى جوه منظومة النادي الأهلي فعلا بتشوف الدعم القوي جدا جدا من كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الإدارة. الوقفة اللي وقفها معانا بعد الخسارة دي كانت وفرت علينا حاجات كتير جدا 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 كنا هنقعد نتكلم فيها مع اللعيبه وتخرجهم من الحاله النفسيه بعد خساره بطوله الدوري، فعلا وفرت علينا كتير. كان إيه دعم قوي هو كان عايزين نعرف بالظبط يعني ايه اللي اتقال كابتن محمود الخطيب. الكواليس هو جه واقف معانا وقال لنا من سمات البطل ان هو ساعه الانكسار بيبقى اقوى بكتير من اوقات النصر. احنا بنبني جيل للنادي الاهلي يخدم النادي الاهلي لمده سنين طويله قدام. مش معنى ان انت خسرت بطوله الدوري يبقى انت خسرت كل حاجه، بالعكس انتوا اديتوا اللي عليكم، محتاجين شويه تركيز، محتاجين شويه تركيز في الملعب ونقلل اخطائنا، لان احنا شايفين الروح عاليه جدا جدا بين اللعيبه، شايفين اعمار سنيه صغيره كتير في الفريق. السنه دي انت عامل جيل محترم جدا سواء اعمار سنيه صغيره، في مجموعه خبرات زي اسلام حسن زي المصري زي ياسين، في مجموعه خبرات الاعمار السنيه الكبيره اللي بتديهم الخبرات دي، ولكن احنا معانا مجموعه كبيره جدا جدا اعمارها السنيه صغيره. هي مش صغيرين فنيا، هم صغيرين سنا لكن اقوياء فنيا، وده بان في المباراه النهائيه مباراه الكاس ازاي عنده ثبات انفعالي، ازاي عنده قوه شخصيه، وده اللي اتكلم فيها الكابتن محمود الخطيب لما وقف معانا. رفع الضغوط يعني يا كابتن، يعني بجزء كده بالظبط كده رفع الضغوط من على اللعيبه ان انت تلعب باريحيه شويه، لان احنا لو جينا اتفرجنا على مباريات الدوري كلها مباريات قريبه اتحسمت في اخر ثواني، مش في اخر دقائق حتى، في اخر ثواني. ولكن فعلا رفع الضغوط، خلى اللعيبه تلعب باريحيه، تطلع المستوى الفني بتاعها، تقاتل في الملعب، ودي فعلا كان دافع قوي. فرق جون ماتش الدوري كانت مباراه قويه جدا جدا، ولكن التوفيق وعدم التوفيق هنا ربنا ما كرمناش في الدوري. فكان عندنا اصرار قوي من اللعيبه والجهاز الفني. يمكن كابتن طارق محروس اشتغل على الحته دي بعد ما كلام كابتن محمود الخطيب مع الفرقه ومع كابتن طارق، ابتدى يشتغل على العامل النفسي للعيبه، والحمد لله ربنا كرمنا في مباراه الكاس الحمد لله. عايزه هرجع